وللحديث عن ظاهرة الفساد الحكومية التي ضربت كل مفاصل الدولة في العراق ومحاولة إعادة تدويرها من خلال قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي لكم ومشاهديكم الكريمين. أهلا بكم دكتور. سيطرة على المنافذ الحدودية من الميليشيات، تهريب للنفط، استيراد بضائع لا يحتاجها العراق لإرضاء إيران، موظفون فضائيون، هل أزمة العراق اقتصادية أم أنها أزمة فساد باعتقادكم؟ أنا باعتقادي أنه هذا الفساد اللي موجود واللي قائم منذ الاحتلال الذي جرى في عام 2003، والشعب العراقي يعاني الأمرين من هذا الاحتلال بوجود زمرة متواجدة على دفة الحكم، عاست في الأرض فسادا وقامت بعملية نهب ثروات العراق. والفساد في العراق نوعين، هو الفساد المالي والفساد الإداري. الفساد المالي هي قامت بعض الأحزاب والميليشيات بعمل من أجل تأكيد على أن العراق يجب أن يعتمد على جار إيران بدلا من إقامة مثلا المنشآت والمصافي النفطية التي جرت في العراق وجرى الاتفاق عليها، لكن وللأسف أنه عطلت، وحتى أن هناك شركات وهمية مثلا في هو المصفى الذي كان من المقترح أن يقام فيه لمدينة ميسان، وجرى تصريف حوالي 1190 مليون دينار، مليون دولار، هذه المصاريف ذهبت إلى شركات وهمية، وبذلك أن الميليشيات المهيمنة على الحدود وعلى المصافي تقوم الآن بنهب ثروة البلد وتجيرها لهذه الأحزاب. نعم. لذلك أستاذ محمد، يبدو أن الحكومة في بغداد، الحكومة الجديدة حكومة الكاظمي، اختارت الطريق الأقصر وذهبت باتجاه الاقتراض لحل هذه الأزمة المالية الموجودة بدلا من البدء في محاربة الفساد سواء في المعابر أو في غيرها من الأماكن والتي تكلم عنها الكاظم بشكل واضح. يعني هل الحل في الذهاب إلى الاقتراض بدلا من محاربة الفساد؟ أنا باعتقادي أنه محاربة الفساد هي الأفضل والأسلم طريق لمصلحة الشعب العراقي ولمصلحة الدولة، وذلك بأن يأتون بهؤلاء الذين سرقوا ونهبوا ثروة العراق من خلال مجيئهم إلى سلطة الحكم من أيام الاحتلال من 2003 ومحاسبتهم، ومن ثم إجراء إصلاحات مالية، ومنها مثلا الإجراءات اللي ممكن أن تتخذها السلطة حول مرتبات رفحة وازدواجية المرتبات، لأن هناك أكثر من شخص يأخذ أكثر من مرتب، وهذا دليل أنه الثروة نهبت. نعم. وهناك على 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 ذكر نهب الثروة، في الحقيقة أستاذ محمد، نحن أمام حكومة تقول إنها استلمت خزينة الدولة فارغة. أين ذهبت أموال العراق إذن؟ ولا سيما أن هناك تقارير مالية ربع سنوية كانت تقدم للبرلمان من الحكومات السابقة. أنا سمعت تصريح لهشام داود وهو يعتبر المستشار لحكومة الكاظمي، قال عندما جئنا إلى الوزارة لقينا أن الوزارة لديها فقط 300 مليون دولار، بينما سلمت إلى حكومة عادل عبد المهدي من خلفه حوالي 3 مليار دولار، وبذلك أنه مالية الدولة نهب على يد حكومة عادل عبد المهدي، ولذلك بقيت
الحكومة حائرة في تسديد مرتبات الموظفين والناس الذين هم يعيشون بأرزاقهم على هذا المرتب. وهناك أريد أؤكد أنه هناك إجراءات في الفساد الإداري، حتى أنه هذا الفساد الإداري شمل الكثير أيام نور المالكي في تزوير الشهادات، ولدي كشاهد عيان قضية معينة حدثت في قنصلية أو ملحقية ثقافية في لندن، طلب المالكي أن يأتوا إلى الأستاذ الدكتور الموسوي من أجل إعطاء أحقية بأن هذه الشهادات شهادات رسمية، لكن عندما فتش السيد الموسوي وجد أن هذه الشهادات مزورة، مما حدا بالمالكي عندما رفض الموسوي أنه يطرده من داخل الملحقية الثقافية. هكذا العراق ابتلى في رئاسة وزراء ووزراء كلهم فاسدين ومفسدين في هذه الدولة، حتى سمعنا أنه عندما صرح السيد أياد علاوي أنه يخاف الله، هذا صحيح، لولا أنه يخاف الله لما نهبت ثروة العراق وصدرت إلى بلدان أخرى بما فيها. وصلت الفكرة من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.